كوكو البنات، مرحبا بكم معايا في هذا الفيديو. اليوم راح نهضروا على تجهيزات البحر. انا مانيش موجده كلش، بصح راح نوري لكم التحضيرات الاوليه، وكي نزيد نوجد نزيد نوري لكم واش انا حاندي معايا. هاد الشابو في الغوسبال، هذا شي توبسون فاميل طالا، وتدو معاكم ليونات بيان سور، نظارات شمسيه، هادو شريتهم 120,000 تاني، وعندنا هادي تاني، هادي تاني شريتها 120,000، ولازم تدي معاك الكوسميتيك. اول حاجه في الكوسميتيك اللي لازم تديها للبحر هي لونتي سولي ولا سان بلوك، ضروري جدا. انا راح نشري لا مارك لا روش بوزي، كي نشريه نوريه لكم. وتدي معاك شويه ميك اب بيان سور، تدي معاك ندي معايا هاد الغجاله تاع ايفر بيوتي، هذايا نيميرو 277، دوك نوري لكم اللي في تاعو. بون ها وليك كيفاش داير، وها هو اللي في تاعو، بصح في ليف غير بين خير، بالك بلوتو نوريه لكم في ميلافغ. فوالا، هايل هاد الخجلة. عندنا هاد الليب جلوس من كيس بيوتي، هدايا نمرو 7، هذا تاني هايل، وهايلة كولاخ تاعو، هاد لاكولاخ تاعو هدايا فنة غزالة، تفضلو. داي معايا هاد الشاين ليبس غلاس براق تبرقي، هذا يعني مغويت فوالا، كيجي داير يجي يبري كما تعرفوا الغلاس هدايا مليح في الصيف، باهي باهي باهي. ديرو الغجلاف وديريه فوقو يباهي لك المنظر. داي غجلاف تاني واحد اخر، كولر واحدة اخرى احتياطي. هاد لاكولور انا ماشي عجبتني بزاف، بصح حبيت نوريها لكم وديتها اونكاو. فوالا كيفاش يجي داير، هادي روبي روز، دوك نوري لكم لي في تاعو. هاو ليك لي في تاعو، داي معايا هاد الماسكارا الغنية على التعريف. هاد الماسكارا كل خطرة نوريها لكم في الكوسميتيك تاعي، فوالا واتر بروف، داي معايا ايلاينر، هادايا تاع كيس بيوتي، هذا تاع القلم. هاد الايلاينر كي تشروه يعجبكم، بصح من بعد كي تستخدموه تحسوه ما يعمر لكمش مليح، تحسوه كل شويه باهت وكلي بالخف ينشف، شغل تخدموا به خطره ولا زوج ثلاثه صاي ولي عذبكم، تحسوه ناشف وتحسوه. جو بريفير الايلاينر الاخر، المره الجايه بالك نوريه لكم. وقلم الميك اب العين والحاجب، تحتاجوا قلم كما هذا لرسم العين والحاجب، ويستحسن يكون في الماغو لانه الميك اب تاع الصيف يكون بسيط وكلاخ. هلا انا هاد القلم يرافقني اينما اذهب، ودايه معايا ساعتي فوالا. شويه تاع لي زاكسيسوار، يستحسن يكون عندنا لي زاكسيسوار هذيك اللي تجي مليحه في البحر، لي زاكسيسوار اللي فيهم بزاف لي كولور وداك الشيء. بصح انا مازال ما وجدتش، انا هذا واش راني دايه، مازال هذا واش عندي حاليا. فوالا عندنا هاد الفيستي تاع ليوباخ بالدونتيل هكا، هذا مليح بزاف وانيق في اللبس، انيق في اللبس توب هذا. وشريت هاد لوقو، وشريت واحد اخر في البلون يشبه له هكا. هلا جاي شويه شويه طويل، ام تي بي هابن ويل هابن.
ايه داير حاله باليوباغ. عدي هاد الاو تاني في البلون. كي شويه طويل فوالا، كيوت بزاف ومناسب للبحر واجواء البحر. وهاد لا جوب لهي دايره حاله تاع التل تاع الباباتيا في البلوسيال. هادي خاصني نشريلها ان بتي او يجي على حسابها، يكون كيوت و يكون في البلون ولا في البلوسيال. راكي نشريه نوريه لكم. هاد لي كات تاني تاع باباتيا جاية ستيل اون ديغي اون بتي روب كيوت فوالا، يديها هنايا جيناك. هاديك تشوفوها هاكا تبان لكم ناقصة بزاف، بصح كي تتلبس تولي تخي شيك، سورتو كي ديرو لها لاكسيسواغ. انا عندي واحد لاكسيسواغ تاعها وواحد لاكسيسواغ يجي معاها، ولو كان تاني ديرو لها عفسة هنايا بحال سبتة ولا سانتشور هاني تجيتو، ولا تخلوها هكا. انا عندي غير واحد الاكسسوار نلبسو معاها في المارو يجي كيوت وباهي، حاجه تاع الصيف. على بالي بلي النوار نورمالمون الصيف ما فيش نوار، مي انا هادي راني درتها بالحساب. عندي بزاف تاع لي اوتفيت شريتهم باش نديهم معايا البحر. لا بروشان فوا ندير لكم فيديو واحد اخر ونوري لكم لي اوتفيت اللي راني ديتهم. فوالا هاد لي كاس ما بانتش مليح كاع في التصوير، بصح كي تتلبس تجي بزاف كيوت. وشريت هاد لي كات دوك نوريها لكم، تشوفوا اش هكا يتبان معجره باسكو كنت داستها وكاع، دوك نوريها لكم كيفاش تجي. هاي ليك بلوسيال بشويه طويله وخفيفه، فيها هكا لي بوتون في لا كولير هادي تاع صيف و بازيك كيما يقولوا. وهنايا هادي باش كي الا حبيتي تطلعيها منها هاكا، هاي دير لها هكا وتولي ديك العفسه هذيك. فوالا هادي مليحه بزاف وبارده بزاف، تيشي تاعها بارد بزاف وشابه مليحه للصيف. هادي غير تطبقيها ولا تحطيها في الخزانه تتعجر. لازم كي تكوني حتلبسيها تضربي لها تشليله خفيفه. وشريت هاد البلو جين هلا جاي هكا، سروال تيب طويل البلو انا يا طويله سي بوغ سا بالصيف باش لقيت هذا طويل، باسكو دوك كاع ولا بونتا شوفي. ومن بعد كي شريته وجبته للدار تاني حسيتو جاني، حسيتو لو كان شريت بونتا شوفي خير. فوالا صح معليش او جاي الشتا بروفيتي فيه، وراني ديته معايا اونكا وبلاك تما طلع لي نلبسو مع هادي ولا نشوف لو عفسه من بعد. با هذا كان جزء من اساسيات حقيبه البحر واش راح ندي معايا البحر، وفي الاجزاء القادمه ان شاء الله نزيد نوري لكم واش ممكن ندي. اذا عجبكم الفيديو ديروا لايك وكومنتير، وشكرا على المشاهده والى اللقاء.